خذ راحتك. فهلا
اذا انا بتسمي جاما طب اذا تساوي البيتا طب على اي اي على ال تكعيب الدايمنشن ليس كوانتيتي. حلو. طب بس مره يعني ليش متر تكعيب؟ هلا الوحدات، هلا هاي وحدتها كيلو نيوتن بير متر سكوير بير متر، وهاي شو وحدتها كيلو نيوتن متر دوت متر سكوير. دوت متر سكوير، فعرفت شو؟ فانا بدي اقسم هاي على متر تكعيب مشان تصير بدون وحده، وحتى اقرب لك الصوره اكثر. الستفنس ترانسليشن لهذا شو بيطلع؟ قبل شوي كنا نحكي عنها، كم الستفنس؟ 30 اللي تطلع على اي اي على ال تكعيب في شيء صح؟ في رقم. فمعناته الترانسليشن ستفنس هي بالعاده شو؟ اي اي على ال تكعيب مضروب بايش؟ بالفاكتور. عشان هيك اذا كان فيكس فيكس شو بتكون ترانسليشن ستفنس 12 اي اي على ال مضبوط؟ صح؟ فبالنهايه اي اي على ال تكعيب مضروب برقم. فاذا بدي اخليها دايمنشن بس لازم اقسم البيتا على اي اي على ال تكعيب، خلينا نمشي هيك احسن. فحتى تضبط المعادلة لازم اضرب هون ال تكعيب وهون ال تكعيب وهون ايش بدون بنحط هاي بنحط مكان ايش هي اللي هي الجامعة. جامعة. وحتى اساعدك اكثر للفهم يا جماعة هاي النقطة. شو وحدة ال في؟ متر. طب ال في ضبط تربل برايم. كل ما عملت برايم بتقسم على متر. ليش؟ لانه بتشتغل دلتا و دلتا اكس صح؟ يعني البي برايم مش وحدتها ولا شيء سلو مالهاش وحده متر على متر. طب البي دبل برايم واحد على متر. البي تربل برايم واحد على متر تكعيب على متر تربيع. فهي واحد على متر تربيع حتى نحولها لمتر لانه هاي دايمنشن شو لازم تطلع في متر تكعيب. دائما القصص اللي زي هيك اول شغله بتطلع عليها يونتس. إذا استقامت اليونتس معناته صح، إذا ما استقامتش اليونتس معناته غلط، أو ممكن يكون صح، مش يكون صح، إذا استقامت اليونتس. أما إذا ما استقامتش اليونتس من أولها غلط، بغلبش حالي. فالمعادلة اللي حاطها هون، إذا حاط شيء يونتس غلط، غلط. بغلبش حالي، هذا هو القانون السابق. واضح يا جماعة؟ فهي خلينا نعتمد هذا الباوندري كونديشن وهذا. يلا، مع بعض. يجي طبعا هذا مطبقكم بس مع ايش مع بعمل بعض الاشارات على زيرو وعلى ايش على ان. نقول اذا سمحت بالباوندري كونديشن الاول نقول ايش احنا هون بس اشوف الستيتمنت مشان ما نطلع ايش سمبليفاي مش في منع اي هون صح اي هذا صح يا جماعه شوفوا لي صح هيك ولا لا اذا سمحت من اللون صح هيك؟ لم تكن ال كنت في دبل برايم بس في معكم اشارات سالبه رجعنا بكل الاشارات صح؟ ال في المشتقه الثانيه سالب زد لها لم تطب في المشتقه صح؟ طيب الباوندري كونديشن الثاني الزد في اللي هو هذا حكوا لي اياها هاي نعمل طبيعي سمبليفاي شو بده يكون اول ترم ناقص التكعيب سالب ال مرة ثلاثة يعني التكعيب ضرب في كي سكوير يلا هاي اشارة الضرب في دي 1 في في دي 1 في المشتقة الثالثة فبدها تكون دي 3 لا لا معوض الصفر صح؟ دي 1 في لا دي 3 لا دي 3 الشقة الثالثة هاي تعوض هاي بعد تمام ما مش مشكلة نعوض واحدة واحدة إن شاء الله لأنك كاتب حط لها التكعيب ما مش مشكلة هاي ثلاثة هلا بنضيف التمرين الذكية هلا هاي ناقص شو التمرين الذكية؟ ناقص التكعيب في التكعيب هاي ال ثلاثة ضرب كي تكعيب التربيع كي هات اثنين ضرب المشتقة الأولى صبس Z equal to zero in D1B صح هيك؟ مظبوط وآخر ترم ناقص جاما تو جاما تو هاي الجاما مش عارف جاما ولا رمز غير جاما
هيدا جامعة يومي عشرة جامعة. أي جامعة؟ أي جامعة طب بلاش على الحلال بإيش؟ بصاب ساي في فينس. مظبوط يا جماعة هيك؟ مظبوط. هيك صح؟ والإشارات سالب 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 صح؟ ماشيين معي؟ هاي تمام. هاي طبعا في دم هذا. والزيرو مع لازم. بدنا نعوض الال. هلا هذا نفس الشرط شو بعمل فيه؟ باخذه وبعوضه بالال بس بنتبه للاشارات، هذا اللي بدي اياه نقول اذا سمحت. الان هذا لابد مضم تنصير. بدنا نعوض الزد بتساوي ال صح؟ وال وهذا بنعوض الزد بتساوي ال، انتبه هذا الاشاره. ارجع للباندرزون فوق كانت اللي معها الفا موجبه وهاي سالبه، تحت اثنين مالهم سوالف كما نقول مقطع ثاني، فهي بدها تكون سالبه صح يا جماعه؟ اي اعتراض؟ هذا بتطلع معادله لهم شوي مش كثير والله، هذا بننسخه كمان وبنعدل التعويض ال تكعيب هاي هاي ال ال ما فيش فيها مشكله هاي ال ولمده قطن جاما قطن وهاي ال، لكن ضروري نتاكد من شو هلا؟ من شو بدنا نتاكد من الاشاره؟ بتطلع على الباوندر كونديشن الثاني بلاحظ او اللي هو هذا يعني بلاحظ انه كلهم سوالف مع السيستم اللي في البيتا، فهذا بدنا نعمله زي مضبوط هيك. طيب هلا بدنا نيجي نكتبهم كمان، بس هون بدي اروق شوي يعني بدي اشتغل بعنايه، شو سميناها الماتريكس عنايه؟ هي تساوي وهي 4 و4 وهلا بدي اشتغل. يلا المعادل الباندر الاول معامل الاي كان مش شايف ولا اي صح؟ في اي اي؟ الاي صفر. طب البي لمدة تي لمدة تي لمدة تو هاي لمدة لازم استخدمنا رموز بعد من المسألة رموز يونانية بشوفها يعني أظبط أحلى بشكل البي تايمز لمدة تو مظبوط رجاء تفهموا معي هاي بي سي بي سالب لا هاي شو بي تو بي شغل يمكننا مش معرفة شو هلا كنا بديكم دي مش كابسين هلا الكيس كور صح الدي دي ال كيس كور صح صح هيك يا شباب هو الصدر صح الصدر الثاني الباندر الثاني شو معامل الاي الاي شو معاملها جاما سالب جاما طن طيب شو معامل البي سالب ال هات ثلاثة تايمز كي هات ثلاثة شو معامل السي ما فيش معقول مش سي شو معامل الدي سالب جاما صح؟ صح أي اعتراض؟ في حد معترض؟ طيب المعادلة الثالثة اللي هو شوي معامل الـ A في A هون فيش A صح؟ ما دام فيش A مريح معامل الـ B لا خالص في شيء غلط يا شباب استنى شوي. هاي طيب ازمة معامل الـ A ما فيش معامل الـ B الـ B هي هون الـ B بس صح؟ صح شباب؟ فهي سالب لمدة بدها شوية معامل الـ C هي شيء للـ C وهي شيء للـ C يكون ال تايمز ساين كي تايمز ال
تايم سكيل ترمي. هاي خلصنا من اول ترم في هذا الترم، بدك تطرح منه هذا الترم صح؟ ماينس ساين ك وساين ك تايمز ال تايمز ك لامدا تايمز لامدا بدون صح؟ في اي اشكاليه في هاي الايكويشن؟ هلا الدي شو في معاملات الدي؟ هذا الترم وهذا الترم، نبدا بهذا ال تايمز كوساين كي تايمز ال تايمز كي هاتين زائد لا مش زائد زائد مضبوط ايوه ساين كي ال ساين كوس كي تايمز ال تايمز كي او دي تايمز ايش لمدا بي. في اي استفسار يا شباب عن هذا الصفر؟ زين شوي العمليه بس يعني في النهايه كان يعني هلا هون شو في للاي؟ صفر والله الاي خطوط دم ولا شيء للاي صح؟ لمدا قطن دكتور اخر لا لا قام قطن والله قام قطن صح شكرا لك ياما موجب. طيب خلصنا من البي اي هذا البي وهذا البي فبنبدا بالموجب ال في جاما بوتون ال تايمز جاما بوتون ناقص ناقص شو؟ ال كيف ال هات ثلاثه تايمز كي سكوير صح؟ إذا C ترم ترم C اللي جامع بطن تايمز نابس تايمز ساين K تايمز معلش يعني شوية وهر العملية بس هنا الحمد لله على وشك هاي جامع بطن تايمز وساين K تايمز زيد كثير هلا هاي فيها مشكله يا شباب اي حدا عنده اشكاليه هاي بتنضرب هاي طلعت الماتريكس هلا بيجي من كل الاكس هي الديترمنت الماتريكس زي ما احنا متعودين يا ما بدناش خلينا هذا مو انا اوريدي عامل ملف في الدوكيمنت السابق خليني احول التمام اعتقد الكلاس Thank you.
ماتريكس. طبعا لو حاطين احنا سويف في المنيا اشوف هلا هون الديفينيشن دي انا يعني حاططها مش دايمنشنز تمام عشان هيك بعطي على التكعيب صار المعادله نشوف شكل المعادله عندنا نفس الهون لندا في هاي يعني في دي لندا في التكعيب الترمز هون كي لندا دي اصفار مختلفة لما هي لا حسب انت مين الترم اللي بتحطه في مين الباطل او مين الترم اللي بتحطه طيب نتوقف معلش شباب نتأكد الباطل هاي نعملها كمان مرة هاي الحالة الانشقاق الاول الانشقاق الثاني هذا لم تجي هي او السيمبليفاي او الباطل الانشقاق اللي هو المشتقة الاولى مع دكتور بجوز هاي شو اسمه لازم ناقص ال تربيع في كي سكوير في بس مش متاكد بجوز هاي وين انت هون مش عملت عشان تعمل لا لا اللي في الوسط بجوز ناقص ال سكوير ليش ال سكوير لا ما هي هلا احنا فعلا قسمنا على دي شوي بس لاخر شيء اخر اللي هي ديترمينانت تحت 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 ديترمينانت انا فكرت حاططها مسبب ثاني طيب هلا نشوف المعادله نطلع حتى لو شفنا وقت الماتريكس ايش شلون يطلع الاختلاف
في السن في السنتاكس مش حاطط على مصفوفة الأم. طرد إن شاء الله ما تنسى مكانك ونفترض يعطيني الثامن الثاني. خلاص هاي الآن ما عاد من هون والشارع مش من هون الباب. هاي هي اللي بتمثل لنا من سواب الصدر ونحن نطلع إيش في حالة عرفنا الجامز وش سميناه واللمز. إذا عرفت الجامز واللمز هاي المعادلة اللي بنحلها. فلك أنت بإمكانك طبيعي حتى أبسط البروسيس أنا ممكن جاما بوتوم شو أحطها جاما بوتوم يس أحطها صفر نقص نقص زيرو إنفينيتي رقم كبير جدا. ليه؟ لأنه أنا بهمني العمود بمش من تحت يتحرك. لو أنا حتى بدي أشتغل المعادلات بعملش من تحت كيف بعمل؟ يعني لو بإمكاني أرجع أشتغل المعادلات كيف بعمل الحالة العامة؟ بين من هون بين من هون هيك هيك. طب ليه؟ ليش هاي بتضلني هاي السبرينج؟ لأنه لما يتحرك العمود إذا هاي حطينا سبرينج لما يتحرك العمود بصير هون ويمين وقوس. هاي الحركة من هون لهون شو اسمها؟ ريجيد بودي موشن صح؟ والريجيد بودي موشن مالي مالها بالسبرينج يعني العمود والله كله زاحل للشمال بيتر شو بدي فيها؟ طالما شغال زين تمام؟ إذا بحكي عن العمود نفسه تمام؟ فبالتالي واحد من الافكار البسيطه اني انا اجي احط جاما بوتوم تساوي لارج الف. هاي اول شغله مش انا خلصت من هذا السبب. بدل ما اقعد اعيد اشتقاق من جديد ممكن اعيد اشتقاق من جديد باي ذا واي بس انستد ممكن اخلي هاي اللي هي الكيس انه لا جاما بوتوم لارج. هلا بقي نفس الشيء. طب كيف هو كيف الكود عمل ال what is it called اللي هي ال ربطها بالفريمات التصميم؟ إذا بتطلع على الكود فرض الحالة الانتسيمتريك الكود فرض الحالة الانتسيمتريك اللي هي شو يعني الانتسيمتريك؟ شو يعني الانتسيمتريك؟ هاي حالة الانتسيمتريك شو يعني الانتسيمتريك؟ يعني لا الاستفنس تلبير مكملة تكون ستة اي اي ليس ستة اي اي على ال فاحنا من حالة السوي هو شو فرض؟ قال لك في النصفي عفوا فرض اذا هذا العمود بيعمل لوكينج هيك هذا بيقوس لفوق معناته هذا العمود بيعمل لوكينج هيك وبالتالي هذه الزاوية هيك بتساوي هاي الزاوية وقلت هاي ويست كيس سيناريو. هلا في حالة السوي شو فرض هو؟ فرض اذا هذا العمود بده يزيح بهالشكل وبالتالي مين بده يقوس هيك؟ قطعا هذا العمود بده يزيح معه هيك. مستحيل العمود بتصير مستحيل. فاذا العمود هذا بده يزيح للشمال العمود الثاني غصب عنه بده يزيح للشمال. طب كيف بامكاني اوصل بين هاي النقطه وهاي النقطه بالميم؟ اسهل طريقه اوصل بهذا الكيرف اللي هو من هون من هون ثيتا ومن هون ايش ثيتا. طبعا هذا برضه مش دقيق يعني اذا العمودين مش نفس المساحه بتكونش الثيتا وثيتا ماشيين معي. اذا العمود الشمال مش نفس مساحه العمود اليمين او اللود عليهم مش نفس الشيء بتطلعش 100% ثيتا. فهذا سورت اوف ابروكسيميشن بس مبني على نفس المبدا شو او مش مبدا مبني على نفس الفكره شيء الفكره والفرضيه انه كل العمدان بعيده سوا. فيش عمود ما شاء الله عنه محترم وعمود عشان هيك يا شباب في السنين كنا نعلم الطلاب شيء اسمه الليننج كولوم. شو الليننج كولوم؟ الليننج كولوم اللي بنحنى بدون ما يبقى اذا انت عندك عمود هون محترم عمود هون محترم هون عمود هينجينج هذا عمود هينجينج ماله كله معلم عنها مروح. هذا العمود هو اصلا لو كان لحاله مش حامل شيء معناته مين اللي مخليه ستيبل؟ الفريم. فهذا عبء على الفريم. يعني كانه الفريم كانه اللود اللي هون بيروح نص هون نص هون. فانا لو جيت حليت يا شباب هاي الكيس او حليت هاي الكيس و
وهي 1.5 بي وهي 1.5 بي جوال ايش راح يطلعوا؟ نفس الشيء تمام. ومن هذا المنطلق اذا بترجعوا الى سوي كيس بالكود I don't know how much you remember from that. بس بالكود لما بتعامل مع المعاملات التنظيخية للسوي كيس بتعامل مع شو؟ كيف بضخم العزوم الكود بدل ما يعمل نون لينير اناليسيس؟ كيف بضخم العزوم؟ طب كيف لو بيتا 2 بالستيم ولو في الكونكريت دلتا اس شو الثاني ساوي في الكونكريت بالستيم؟ 1 على 1 ناقص سميشن اوف بي على سميشن اوف بي اي ونفس الشيء بس صار في علامه 1 على 1 ناقص سميشن اوف بي على 0.75 بما انه ليش 0.75 حطوها جماعه من الموضوع. شو يعني summation of b؟ يعني السوي it's a story matter مش a column matter. هذا summation ده العمدان اللي في الطابق. يعني إذا في واحد من العمدان نص كم بتعمل عبء علينا، إذا في عمود ناصح ومرتب هذا بالعكس بيساعدنا. فلا يمكن الطابق يزيح إلا بما يكون كل العمدان مالهم مش ما. فلكن السؤال هل الداتا اللي نقدر نفكر عندها زائد بس هل الداتا بتضل زي هي؟ قطو لان العمود يعني مش 100% صح. فهي فرضيه لكن بتعطينا ابروكسيميشن معها. لما انت تيجي البيك بيكون من هون زائد داتا ومن هون زائد داتا الاستفلس بتصير 6 اي اي بس اي اي. لانه يا شباب هذا المومنت 4 اي اي وهذا المومنت شو بيكون؟ طبعا زائد 4 اي اي على ال ثيتا اي زائد 2 اي اي على ال ثيتا بي. كم ثيتا بي؟ من ثيتا بي ثيتا اي بيساوي ثيتا مش بتصف العمليه 6 اي اي على اللي حكيناها المعادله زمان اللي تعلمتوها بالانشاءات. اذا انا عندي قطعه في بيك هون ثيتا اي وهون ثيتا بي ستوب ايكويشن ايكويشن اسمها كم هذا المودل؟ كم؟ 2 اي اي على ال 4 هو الشيء القريب 4 اي اي على ال ثيتا اي على ال اي بنسميه زائد 6 زائد 2 اي اي على ال ثيتا اي. انا دكتور كنا نطلع عامل مشترك 2 اي اي على ال نضرب في 2 ثيتا اي فاين فاين تمام طلع 2 ونضرب 2 في الاولى زائد 1 هلا لاحظوا في حاله السيمتريك هاي ثيتا بس هاي سالب ثيتا ليش سالب ثيتا؟ انا ضربت مع قرب الساعه فبتصير 4 ناقص 2 2. طب في حاله المنطق سيمتريك هاي ثيتا وهاي ثيتا الاثنين مالهم موجبين شو تطلع القيمه؟ 6 فالست اللي حاططها صاحبنا مش اختراع منه هذا انشاء يعني بلمبس اشرع قول اخترع معي تعلمتها انا ويمكن تعلمها الدكتور عبد الرزاق لما درس زمان في البكالوريوس في الجامعه الفلانيه من 40 سنه اوكي فاحنا شيء مش اختراع جديد فهو فهمت كيف جاب السته؟ هاي السته فهمنا كيف جابها تمام؟ بس سؤال لما انا بدي اجي اعمل ايكويشن اول شيء بحط الجاما بوتوم انفينيتي رقم كبير ثاني شيء شو بعمل؟ باجي بربط الالفا على الالفا ثوب شو صارت تساوي؟ لو احنا عندنا هاي الحاله زي ما وعدنا صاحبنا هذا البي بيستبدل له 6 اي اي شو بنسميه هو توب ولا ايش؟ توب بيم توب على الالفا صح؟ طب بناء على تعريف من اللمدة لمدة توب شو صارت تساوي؟ على المين توب يعني الفا توب بتساوي 6 اي اي بيم توب على ال بيم توب. طب اللمدة توب معناها شو بدها تساوي؟ قسم هذا الرقم على ايش؟ على اي اي على ال العمود صح؟ فبدها تساوي 6 اي اي للبيم على ال للبيم
تقسيم اي اي على ال مين للطرق. هاي ربع السنين شو يسموها يا شباب؟ واحد على الجيم صح؟ لانهم عملوا الكره مع البيت. طب ليش ما عملوش البي مع الكره؟ شو بعرفني؟ بدك تسال ليش طب المعادله؟ اوكي فهاي سته على الجيم. ولم تضبطهم شو تطلع الناس اللي سته على الجيم طب؟ ولم تضبطهم شو تطلع؟ سته على الجيم. فيها مشكله؟ في اي اشكاليه لديكم؟ تمام؟ فهذا فيما يتعلق بايش؟ بالجاز اللي هي عندنا موجوده. اذا انا اعتبرت انه الازاحه لاتر ستيفنس للعمود، خلينا بس اول شيء نيجي نحط هاي المعادله قبل ما نعتبر اللاتر ستيفنس. شو رايكم نعتبر اللاتر ستيفنس هيك؟ اللي هي سته مكتوبه شو والله صبس هيك او بلاش نسميها ار صبس اي 1 واي تساوي صبس اللي هي شو سميناها الفا لامدا طب بتساوي 6 تقسيم جي طب سلامدا طب ولا صبس صبس مش عارف هاي الباص طب ولا بطن بتساوي 6 تقسيم جي بطن. وين بدنا نعوضه؟ في الاكس. هاي بتطلع معك الايكويشن. طبعا اذا بدك بتحط هلا الجاما اللي هي ايش؟ اللي او لمدا مش لمدا الجاما عفوا بطن رقم كبير، هاي الجاما بطن المشكله انه ما بزبطش نعوضه تمام؟ يعني هذا بتعرفه جاما بطن بتساوي 1000. هذا بده يعطيني ارقام شايفين هذا هاي اسمه بس هي بتطلع نفس الجواب يا شباب بتطلع نفس الجواب لما تعوض ارقام بتطلع نفس الجواب اوكي هلا هي اي ونت تو سبستيوت لارجر نمبر بس تطلع نفس الجواب في حال انا ايش؟ في حال انا شو اسمه؟ عملت اللي هي الكيس اللي هي طيب سؤال كم هلا لمدا بوتون ال ولمدا توب كم؟ عفوا جاما جاما بوتون ال جاما توب كم؟ زيرو فيش شيء ماسك العمود في سوز وبركات ماسك العمود بزيعة خطر اشوف هيك هي بس هلا زي ما قلت لكم يعني هي مش ال افترض انفينيتي لما تسمح ليش مش عارف إذا أنا مش ضليع كثير في الغيب إن هل بقدر أخذ الليمت أز جاما بي جوز إنفينيتي ما مش عارف يعني ما عمريش استخدمته بصراحة ما جربت أشوف إذا في شيء هل ممكن استخدموا هذا البرنامج بجوز والله يكون في فانكشن للليمت بس بعرف شو بده يروح على الإنفينيتي هلا ممكن أنا مثلا مش كايش أحطها بالناشئ جاما بي وبعدين أقول له خذ الليمت لما بي جاما بي فوق الليمت يعني هذا لو علمته شوفوا لي في شيء ليمت شوف مين بدي على الشمال دكتور ليمت جي بي مش جي بي لا ناشية جاما جاما بي فروم رايت فروم بوث سايد فروم شو ليمت بوينت ليمت بوينت ليمت بوينت ليمت بوينت ليمت رقم عالي رقم استفدناش من الانفينيتي مصطلح الانفينيتي اي ديد نوت يوز ذات بيفور بصراحة على كل حال حدا منكم اذا هذا يجرب دوري على الشمال تطلع فوق الاكسبريشن زي على الشمال هذا شو؟ فوق في هون مخلوط فيه ليمت وين الا ما يكون يعني انا هذا البرنامج بستخدمه لما احتاج يا شباب وهي موجوده كلمه الليمت بس كيف بدي
بس انستد بدي شو اجي راس شو بعمل؟ بحط مليون بطلع ارقام بس لما اجي اعوض او اعمل بلوك شو بطلع؟ نفس الجواب. انستد بديش اعمل هيك برجع اعمل نفس الدريفيشن بس بدل ما احط الباوندري كونديشن تحت زي ما عملنا زبرك فوق زبرك شو بعمل؟ تحت شو بعمل؟ بين شو بتصير الباوندري كونديشن التحتاني اللي غلبنا اللي هو الاخير بدل ما يكون الشير ريسورس شو بصير الباوندري كونديشن؟ يعني ولا بي شورت فيو ذات في شغل لا عشان صغير لكن كيف هلا اذا انا بدي اعمل الباوندري كونديشن اللي تحت انه يكون بين زي ما احنا حاطين شو بصير الباوندري كونديشن هلا اللي هي الازاحه يعني بدل هذا الزين بصير الازاحه عندك تمام فهلا انا ممكن انسخ هذا كله اي جنرال سوي بطن معي نقول شو بنعمل جلس وير بطن is بين ولو ريستار بس ان كذا كذا كل شيء زي ما هو بس شو الباوندري كونديشن الثالث الرابع اللي هو هذا الاخير هذا بدل هذا اللي في شيء وشيء زين شو بتكون سمبليفاي سبس بي سبس هاي بي للإنش بدأ تساوي صحيح كل ما تفكروا صح يا جماعة ماشيين معي شباب مظبوط هلا شو صف في البعض اللي بدي شنو الرابع هذا هاي بتصير واحد وين دول
وبعدها طبعا قلنا سيمبليفاي وبعدها بتقدر ترسم بداية الجي لوت هاي بدالك البيج جي مباشرة جاهزة واي واي فيرسس جي بتساوي يعني مش راح تكون صفر طبعا دائما في سويل جي اعلى من واحد فمن واحد الى ثلاثة برجع لصفحة الإنشاءات
كم الستكنس لهذا السبرينج ولهذا السبرينج اللي بيعوض عن هاي الفريم؟ هذا بالضبط تقريبا اللي سالتكم اياه بالهند، تمام؟ بس مش لشغله زي هيك، لشغله بسيطة، واضح؟ فهي صاحبنا باقي الشغل. طبعا هو هون في شغله مهمه، كونه اي اجنور اكسل انفورميشن، فلما بعزل هاي النقطه بالضبط مو اب اند داون. شغله مهمه شباب، لما بعزل هاي النقطه بالضبط مو اب اند داون، ليه؟ لان ار اجنورينج اكسل انفورميشن بهذا الزمن. فعليا لو انا بدي اجيب الفريم اللي بالضبط، هاي الفريم اللي بالضبط اللي هون فيكس، وهاي بالضبط مو اب اند داون، معناته هاي فيها رولر بيك، تمام؟ انه ممنوع تتحرك فوق. ليش؟ طب مين اللي ماسكها تتحرك فوق تحت؟ العمود اللي بتزيح بتزيح، بس بتزيح افقيا عمود يمنا. فهي الاول بالضبط اجى حط هاي الماندل بوزيشن واستخدم ذكريات الالينيوم في ايش؟ هاي شايفين حط هورزنتال فورس وحط مومنت، وبده يربط الهورزنتال فورس والمومنت، الهورزنتال فورس والمومنت مع الدلتا مشان يطلع التو ستيفنسز اللي انا بدي اياهم، اللي هي الهورزنتال فورس تقسيم الدلتا والمومنت تقسيم الثيتا، اللي هم بيتمثلوا بالارقام دي. وايجاد هذول التو كوانتيتيز ستراكشر تو، والعياذ بالله وليس ستريت، يعني ليس له علاقه اطلاقا باي مسار تعلمته في الماجستير. هذا مستوعب الدرس. هلا راح يقول لي هون زي ما حكم هو المصيبه، المره الجايه مش راح اترك، المره الجايه ان شاء الله في المحاضره القادمه بنمسك لنا مثلا مثلين زي هيك بالضبط، يعني مش بنحلهم زي ما I gave you a hint on the homework، لانه that was the homework، تمام؟ هلا لا، هون بدي امشي عليهم from A to Z. واحد من الطرق لحل هاي القصه اللي انت مره حبيتها بعمل ماتريكس ستيفنس ماتريكس زي كالعاده، ان شاء الله تطلع 10 من 10، شو ما تطلع تطلع. هاي سهله تعلمناها بالانشاءات، صح؟ بنعمل لكل منبر وبنجمعهم، وبعدين شو بعمل؟ بعمل لكل من سجل ايش بدي اياه. دكتور في شغله صعبة، أسهل طريقة اللي هي اللي بسموها إيش؟ جنرالايزد ستيفنس ميثود. في طريقتين، سيستماتيك واي وجنرالايزد واي. سيستماتيك واي إني أعمل لكل ممبر ستيفنس ماتريكس وأجمعهم مع بعض، أطلع ماتريكس 10 و10 و7 و7، وبعدين أقول أنا الديكريز أوف الطب النهائي اللي مخلقيني هم هذول، فأعمل ماتريكس كوندنسيشن بطلع معي السيستمس اللي بدي اياها فقط. الطريقة الثانية اللي هي جنرالايزد، واللي انا صدق انا احكي لكم انا لما اتعلمها في البكالوريوس تعلم بس السيستماتيك، بس انا بعلم انشاءات بعلم بوك، اللي هي شيء هي انا لما بحط مومنت هون شو العلاقة بين هاي الثيتا والمومنت؟ بغض النظر عن الثيتا، لانه زي ما بتعرف انك تزوم في ضمان في عندك ثيتا ودلتا، هون في عندك نفس الدلتا لكن في ثيتا جديدة، تمام؟ وجزء لو هاي الدنيا يطلع كمان عندي ثيتا تحت، فالديجريز اوف فريدم الكليات اكثر بكثير من اللي انا بدي اياه. فالجنرالايزد ستيفنس انا بركز على مين؟ على اللي بدي اياه. المره الجايه بورجيكم كيف نحسب دونت وري ماتش، بورجيكم كيف نحسب هاي مع الشباب. دكتور في شغله هسه، لما حسبت الدلتا حسبتها في سلوب ديفليكشن، ولما رديت حسبتها في الفيرتشوال وورك بقى في اختلاف بين الرقمين. في شيء منهم ولا يمكن انه اصلا السلوب ديفليكشن تم اشتقاق الايكويشنز تاعتها من الفيرتشوال وورك، او اذا بدك تكون دقيق معظم الكتب تشتقها مش من الفيرتشوال وورك، من الكونجكت بيم بدك تشتقها، لكن ما هي الكونجكت بيم اكستنشن لاحد الطرق اللي بس مش ممكن يمكن انه السبب شغلة الروتيشن اللي أبين هلا ممكن نكون دخلت الروتيشن وما دخلتش، هذا ممكن، بس فهمت ليش بمسألة الهومورك الأولى بعطيكم لأن هل لاحقنا على الموضوع التشالنج فيه يا شباب، وبديش أخذكم أكثر، هو إنشاءات وليس استرسكم. وزي ما بتعرفوا إحنا ماجستير موسيقى، شو دخلنا من الإنشاءات؟ إحنا ماجستير إنشاءات، يعني لو انا مثلا انا بدي بجوز بعض مكمل دكتوراه
معلش اخد دقيقه منكم بس لما تكمل دكتوراه في امريكا بيعملوا لك شيء بيسموه كواليفاينج اكزام اور جزء منه ريتن وجزء اور يعني بتقعد لجنه زيكم هي 7-8 مدرسين كل اساتذه القسم بلشوا يسالوا طالب الدكتوراه تبدا بالانشاءات هاي الفريم كيف الديفليكشن هاي الرسوم ان المومنت كيف سكتش ذا مومنت كنت بقول لك اذا انت جاوبت غلط بقول لك باي باي they dismiss you بروحوه خلص مش لك اذا انت جاوبت 100 بلش يطلع في الاسئله بس مجرد ما مشيت هذا الخط يعني بعد عن هذا البيسك خلص انت معناته ناجح they keep raising the level لحد ما انت بتجاوب تعرف حالك كنت خلاص لا بس هو بيكون بعد هذا اللي بدك تجاوب فالانشاءات اي حد بيكمل دكتوراه منكم او حتى تخيل حالك على خلص ماجستير بدك تدرس مثلا في النجاح في خضوري في بير زيت في كذا طلعت لك مثلا واحد من الطلاب مثلا زي هيك استاذ لو سمحت او استاذ انت لو سمحت كيف نحسب كذا كذا سؤال نحسبها بالسنوات السابقه تقول والله هاي انا هاي مصيبه تمام ماشي شباب اتمنى لكم التوفيق دكتور ايش افضل كتاب نقدر نرجع له عشان يعني ايش افضل كتاب نقدر نرجع له عشان ندرس الانشاءات موضوع الانشاءات يعني نتمكن منه مليح كتاب هبلر اه عندي الدرس كتاب على بس اذا بدكم بحمله اعتقد انه موجود عندنا درست الانشاءات تقدر تطلع عليه وفي بجوز ذاك نوتس مشكلة درست إنشاءات ما فهمت درس إنشاءات بس في زملاء بجوز يكونوا عاملين سلايدات يعني مندر دياب من الدكاترة اللي دائما بيركز على الطرق زي هيك اللي هي الجنرالايزد مش السيستماتيك والله المنبر لأن السيستماتيك مثل واحد بفهم الطالب صح الحال طويل بس خلاص بدهاش مندر بيحبش الاشياء زي مندر الدياب يحب انك دائما يكون في ايش حكه الماء فجيد انك تطلع على النوتس تاعت مندر وحكيت لكم يمكن سابقا مندر لما جاب وصلت لكم اياها على اللوح اللي هي زي المروحه ان شاء الله المروحه تمام ويلا احسب حلها سهل اذا الواحد فاهم لما تروح للسيستماتيك بتقضي ثلاث امتحانات اللي بتحل فيها طبعا السيستم اللي موجود نيبر فيري فيري سمبل يعني السيستم اللي ليش مستصعب من الطلاب هلا انا لما درست فاينانس كمان بدايه الفاينانس كمان الكتاب بلش يحكي عن ستيمولز مش عارف شو بلش يحكي عنها هذا الكلام بقفز عنه عارفين ليه؟ لانه انا عندي النيبر خلص بعمل الماتريسيز ان شاء الله بتطلع 10 و10 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 سمبليفاي خلص لما بتدرس انشاءات بتضبطش لانه الميبر مش معك تمام بهمك السيستماتيك بهمك ايش الطريقه ونرجع للنقطه اللي حكيناها بدي طريقه تكون بسيطه مقابلات العمل الكواليفاينج اكزام الدكتوراه دائما بتسالك عن هاي الاشياء البسيطه يعني التركات دكتور مجد ايوه التركات بالضبط انه والله هاي شو ستيفنس اليوم يعني مرة أحد الطلاب أجلس سألني قال لي كيف ممكن يكون عندنا شير وما يكونش مومنت والعكس؟ هذا سؤال من قبل العمل يعني بيكون اللي بيعمل قبل العمل في الوزارة ولا في مكتب ولا كذا مرة معه معلومة بده يشوف الطالب أو اللي مقدم بده يتفلسف بصراحة الطالب شو شيره وكيف صارت؟ إذا بدي أكون أكثر أكاديميك لا يعني بالكواليفاينج إكزام كل هاي سكتش مومنت اذا انظر لابروف لدرجه انه في طالب باكستاني كان مع بعد ما سنه الدكتوراه فمشرف كان يقول عنه زي الروبوت بيرسون من كثر ما بطل حضر حاله سكتش قبل لا يكملوا يكون راسل بالمومنت اوكي بدون تفكير من كثر ما هو بريبير خلص بعد ما اجى بعد هيك وزي ما قلت لكم بي بريبير بكره بعضكم رح يدرس في جامعات في طلاب غلباويه زي حالات لما كنت طالب تمام
هو ممكن يحمل لك الكتاب ويقول لك هاي كيف شو سويت. سيء جدا انك تنحرج قدامه وتقول اي والله انا هاي الموديلات ما شفناهاش احنا. تمام؟ يعني بقول لكم هذا الكلام مش صغير، تخرجت من سنتين اشتغلت فتره درس الخضوري، وفي زميل ثاني تخرجت من زمان درس الخضوري، وفي زملاء درسوا بالجامعات في الخليل مثلا، في زميل تخرج من زمان. ففي يعني وبجوز لو العود الوضع الطلاب للنجاح للقسمين المدني البناء بشكل عام في النجاح وغير النجاح زي زمان، انت بتلاقي فرصه عمل هون ولا هناك ولا وين ما كان، ممكن تلاقي الخليج فرصه عمل تدريس في جامعه. فاذا في فرصه عمل تدريس في جامعه you have to be prepared to your basics. هلا اللي استفيد ما حدش ولا احد راح اصلا، حتى لو كمل دكتوراه هذا زي ما انتم شايفين يعني مين بيجي بغدش بين الاسطور وكل هاي بكتر شو هذا بكتر شو قليل، لكن لما تروح البيسكس يطلع فتشو. تمام؟ مع الشباب اتمنى لكم التوفيق. بالنسبه